هايو نزل لهم وحي كل شيء تمام، والتوراة نور والتوراة هدى والإنجيل كذلك تمام. وهايو وفي عيسى موسى أخذ عليهم مواثيق، موسى عليه السلام وعيسى أخذ المواثيق، تفضلوا كيف سلكوا؟ إياكم توقعوا فيما وقعوا فيه. ما هو مشان نفهم، لأن بعض الناس كان قال شمعنا يعني كثير الكلام عن اليهود والنصارى دروس، ما هم بشر، هم بشر وإحنا بشر نختلفش، جاءهم هدى وإحنا جاءنا هدى، كيف حرفوا كيف انحرفوا كيف وصلوا لهالدرجة؟ أيوة مشان نعرف. فإذا عرفنا، إذا عرفنا أمراض وكيف بدأت الأمور وكيف بدأت التحريفات، هذه حصانة. ما تظنوش إذن هو الكلام مشان يعرفنا فيهم فقط، هذا إلنا نحن. إذن أنت لما بدك تهدي الناس مش بس بتعرفهم بالخير وبتبين لهم ديروا بالكم الأمراض، الأمراض تأتي من 1 2 3 4 5. وبلفت الانتباه مثلا أنه كلمة البغضاء وردت في القرآن 5 مرات، 5 مرات، وهون في سورة المائدة 3 من 5، 3 من 5 في سورة المائدة. سورة المائدة اللي فيها دروس من اليهود والنصارى والمواثيق اللي أخذت عليهم وكيف أنهم نقضوا الميثاق، فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى في حق النصارى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن انتبهوا، من أسباب العداوة والبغضاء نسيان، نسيان. وخلينا نوقف عن النسيان هون، والنسيان اثنين: إما تعمد، تعمد الترك، كيف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بينسى الكفار يعني بتركهم تمام، كما نسوا يعني في السابق. النسيان الترك والإهمال، ولكن الترك والإهمال مع وجود الأجيال بيصبح بالنسبة للأجيال اللي بعدهم غفلة عن الحكم، لأنه آبائهم غفلوا فهم أجوا أخذوا وما فيش بيعرفوش. فنسوا حظا مما ذكروا به، انتبهوا هون 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 ذكروا به. وبدناش نركز شو يعني حظا الآن، لأنه احنا بدناش نفسر هاي، احنا بدنا نفسر الآية الثانية إن شاء الله. نسوا حظا مما ذكروا به، شو كان القانون؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. انتبهوا العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. في المقابل اليهود ونتيجة سلوكياتهم في السورة نفسها شو قال؟ بالواو ولا بالفاء؟ وألقينا بالواو، مش هناك فأغرينا بالفاء، هون وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. برضو هاي عم بعطيك دروس، معناته أنتوا يا مسلمين إذا بتعملوا زيهم وبتنقضوا المواثيق، ومن ضمن المواثيق قولكم سمعنا وأطعنا، نحن بنقول سمعنا وأطعنا وآمنا تمام، ما هذا ميثاق. إذا بتنسوا زي ما نسيوا يعني بتهملوا وبتغفلوا، ديروا بالكم بصير مثلهم، بس مش إلى يوم القيامة، لأنه من حكمة الله أنه يبقى في الأمة الإسلامية من يذكر ويعيدها إلى الحق. والله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هم من نسيانهم أدى إلى بعدهم عن الوحي أصلا، واختلاط الحق بالباطل، وبتنتج المخلوطة اللي بتصير بين الحق والباطل إشي بشع تمام. أما إحنا إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها، يعني إيش علق فيها؟ بيتم تجديده ونظر كمان جديد في الموضوع، لأنه محفوظ النصوص هيها. وقد ونحن البشر نأخذ من القرآن بقدر ما نفهم، نحن أنت بتأخذ بقدر ما تفهم، وكل ما ارتقيت بالوعي كل ما أخذت أكثر، خصوصا أنه القرآن بحار من العلوم والمعارف تمام. إذن أنت شو المطلوب؟ قد ما تفهم أنت بتأخذ، فكل ما ارتقيت كل ما أخذت أكثر.
ثم يأتي من نعمة الله على رأس كل 100 عام من يجدد، ومن ضمن التجديد أول شيء بزيل الشوائب. طيب، وهذا سبق تحدثنا في الحديث شوي. طيب لاحظوا، هاي البغضاء وردت مرتين، فنسوا حظا ايش؟ واليهود ذكر بعض مفاسدهم وقال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. دير بالكم، قانون إلى يوم القيامة، لأنهم أصلا إذا بظلهم على هذا الحال بظلهم ليوم القيامة. ليش؟ لأنهم إذا بدهم يتخلصوا من هذا الوضع بدهم يرجعوا للهدى الحقيقي اللي هو موجود وين؟ في الإسلام. فش مجال يعني ينصلح وضعهم إذا هم بدهم يظلهم متمسكين بالمحرف، فبظل قانون إلى يوم القيامة. ولو بدنا نخوض في الحروب اللي حصلت بين أهل الكتاب عبر التاريخ، إشي عجيب وبشع، وآخرها الحرب العالمية الأولى والثانية. إيش كمان في بغضاء في سورة المائدة؟ في نسيان ثاني اللي هو آية الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هاي انتبهتوا؟ هناك فأغرينا بينهم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. قلنا البغضاء كم مرة ورد في القرآن؟ 5، 3 منهن هذول في الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ طب كيف يعني؟ شو طب يعني ممكن أتصور أنا الميسر اللي هو القمار يعني من أسباب العداوة، لكن الخمر كيف طبعا؟ لا، إلها تفاصيل في الخمر في موضوع العداوة والبغضاء.